الله هذه طارق كان في مرة من الشركات كتسيد عامل على الشركة باش تقوم بإنجاز 32 كيلومتر من مشرق المحطة الطلاب جامعة ديال الزمان وتكون بينا بطريقة صحيحة وتكون حتى مرجع بزاف لينا بزاف الوجه اللي عملنا فعلا الشركة جات حصل وفرنا لها الوعاء العقاري اللي غادي تحط فيه السلعة ديالها باش تخدم تم البناء كذلك ربما ما نعرفوش الاشغال ولا مازال خدموا من حدود ربما ديال الكا باهيين خدموا جوج اشغال ديال المشرق ونحي عليهم على اساس باش تقوم في هذا العرض ديال الطريق 6 ديال الامطار العرض ديالها باش تعاود كلها نشكروا على العمل ديالو كما تم الحضور ديالنا في المناظرة الوطنية للتجارة والصناعة والخدمات اللي كانت من 24-25 في مراكش كانت عدد الحضور المناظرة الوطنية ما يفوق 1400 شخص كانوا فيها 4 ديال الوزراء التابعين من القطاعات كما كانت هذه المناظرة اللي كانت تدي حول الجبايات مساهمة ديال 30 درهم شهريا ولكن الجمعية خلال السنة الفارغة دارت 240 درهم الدراسية كلها يخلص يعني ماشي ساهلة باش واحد يتنقل 10 درهم يمشي ويجي راه يعني فداك يخلص بحال ما كاينش حتى درهم في اليوم خاص التلاميذ يتشجعوا ويخلوا الجمعيه حتى هي تغطي المصاريف ديالها رغم ذلك ان الجمعيه كتقوم بانشطه موازيه الى التلاميذ هذا كاين رحلات كاين مساهمه في العدد ديال الانشطه اللي كيديروا في الدوريات في العدد ديال الانديه المناسبات هي مناسبات وطنيه هادشي اللي بغينا يكون ارتيكول تماسك وكيف قال نسيتو حميد وتمشي حتى لبزايوات الفريق ماشي لا شي فاطمي وين تحب دعايه ما هم من المطلوب الراجل ولي الدعايه تجي يوم بعد لا يباع لي الدعايه انا نقول لك هذا هذا شنو ولي الدعايه في ديال الجامعه وهي تملك الوسائل الكافيه باش لهذه المشكله إلى ما خاصتك هذه الساكنة بدون ماء نحن نعاني الأمرين وسنعيش الويلات وسنعيش ضجيجا كثيرا إلى آخره وتضليصا كبيرا خلال الأيام القليلة القريبة لا أقول الشهور أو السنوات المقبلة لهذا على المسؤولين أن يفكروا في إيجاد حلول لأن الحلول ممكنة وبطبيعة الحال لا ألومهم كثير لماذا؟ لأن الفشل آتي من الفوق من الأعلى من المركز أقوله كنت ماشي مشكل غلط راه كيكون كنلعب لك الله يرحم لك الله يرحم لك الله يرحم لك الله يرحم لك وين الدورة دازت ممتازة كنحضر السادة الأعضاء على الحضور ديالهم والسيد الرئيس والسيد القائد في هذا اليوم المبارك يوم أول رمضان كنشكرهم على هذا الحضور الكريم والدورة دازت ممتازة فيها 8 نقاط اللي هي النقطة الأولى موافقة تقرير السنوي لبرمجة العمل الجماعي والدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية مع الجمعية اللي غتنظم الموسم ديال سيد محمد السباعي والنقطة الثالثة التداول حول تخصيص عقار لإحداث مركز للدرك الملكي باش ما يبقاوش الناس يتنقلوا من الغيات بزولة على حسب وثيقة شهادة سكنة يقربوا المواطن الإدارة واحد يقربوا له المسافة النقطة الرابعة الموافقة على تعديل اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية النقل المدرسي اللي هي دخلت دابا اقتنينا واحد جوج سيارات جداد اللي هما خصهم يدخلوا الاتفاقية باش يشتغلوا السنة الجاية إن شاء الله النقطة الخامسة برمجة الاعتماد المالي المصور لأمور خصوصية خاصة بالمبادرة الوطنية على حساب
التأمين ديال هاد السيارة جوج اللي غادي يدخلوا إن شاء الله في الاشتغال في السنة المقبلة. والنقطة السادسة الموافقة قبول هبرة أرض تبرع علينا بها شخص من المواطنين باش يتحدث فيها واحد الملاعب القرب وهي 3000 متر ونص اللي تبرع بها هذا المواطن. كان نقدموا ليه بجزيل الشكر لهذا السيد اللي قام بهذا المجهود. وكذلك النقطة السابعة تدور في تخصيص أكثر إحداث ملاعب القرب للرياضة اللي عندنا جوج ملاعب القرب اللي هو خاصنا عقار اخر في غنديروا الملعب الاخر. وكذلك النقطه الثامنه الموافقه على اتفاقيه شراكه بين جامعه رياض والمجلس الاقليمي لتاهيل المركز.